إذا المشاهدين، لتسليط الضوء على الهجوم على معسكر التاجي شمالي بغداد، معنا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. مرحبا بك من جديد. إذا شنت الميليشيات هجوما على معسكر التاجي شمالي بغداد، ما الغاية من تكرار هذه الهجمات؟ نعم، الغاية من تكرار هذه الهجمات هو تنفيذ للتهديدات التي أطلقها قادة في الحرس الثوري الإيراني بمواصلة استهداف القوات الأمريكية في العراق ومحاولة إخراجهم من البلد ردا على عملية اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس قبل شهرين. لذلك هذه العملية تأتي بأوامر إيرانية بحتة، وتأتي رغم كمية الإحراج التي وقعت فيها الحكومة العراقية والساسة العراقيون الذين التقى فيهم قادة من البنتاغون الأمريكي وكذلك السفير الأمريكي قبل ساعات من تنفيذ الهجوم، وأمروهم بضرورة وضع إجراءات لمنع تكرار هذه الهجمات، إلا أن هذه الهجمات وهذه المجاميع المرتبطة بأوامر الحرس الثوري الإيراني هي نحن نتحدث هنا عن كتائب حزب الله وكذلك النجباء والمجاميع المرتبطة بهم، هم من نفذ هذه العملية بدليل البيان الذي صدر من قيادة كتائب حزب الله في العراق والذي نسب عملية هو الأمس لكتائب حزب الله، وحذر القوات الأمريكية مرة أخرى من ضرورة مغادرتهم للبلد، وإلا فإن هذه العمليات سوف تتكرر. يعني بعد الرد الأمريكي الخميس الماضي والهجوم على مقار الميليشيات في عدة أماكن في العراق، ما الذي تريده الآن الميليشيات من هذه الأعمال؟ هل هناك نية لجعل العراق ساحة للصراع الأمريكي الإيراني؟ نحن في الحقيقة يعني دخلنا في مرحلة الصراع، وأصبح العراق عمليا ساحة للصراع الأمريكي الإيراني في العراق، وإلا ماذا نفسر يوميا حدوث هجمات صاروخية متبادلة وعمليات قصف متبادلة، وربما سنشهد أيضا في الساعات القليلة القادمة عمليات أخرى ستنفذها الطائرات الأمريكية التي لم تكد تحلق في سماء بغداد وكذلك في سماء الأنبار وفي صلاح الدين وفي جنوب بغداد. نحن دخلنا هذه المرحلة والعراق أصبح بالفعل ساحة لمعركة بين النفوذ الأمريكي والنفوذ الإيراني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة من الفوضى في ظل غياب رئيس فعلي للحكومة، وفي ظل غياب الحكومة عن المشهد السياسي، وأيضا ما تشهده البلاد حاليا من حالة إرباك وجمود وركود بسبب حادثة انتشار أو تفشي فيروس كورونا في العراق وفي بقية البلدان المجاورة. نحن اليوم نشهد حالة صراع أمريكي إيراني، ونشهد في ذات الوقت تغاضي هذه الكتل السياسية عن قراءة المشهد بصورة صحيحة. يعني قبل ساعات من الآن صدر لنا تصريح من رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان مهدي المولى، والذي يعني في الحقيقة أطلق تصريح يدعو إلى الضحك عندما أشار إلى أن من نفذ عملية قصف المعسكر التاجي هم الطرف الثالث من أجل جر العراق إلى حالة صدام وفوضى مع الولايات المتحدة، وهذا أيضا الطرف الثالث من جديد. ولكن نعم. أستاذ أحمد، الحكومة أعلنت أنها ستلاحق المسؤولين عن هذه الهجمات وتكرار هذه الهجمات في مناطق حساسة، يدفعنا للتساؤل عن مدى جدية الحكومة في إيقاف هذه العمليات أو الأعمال العسكرية والهجمات كما تزعم. بالتأكيد يعني الحكومة وأجهزتها الأمنية غير قادرة بتاتا على ملاحقة من نفذ هذه العمليات،
رغم أن أسماءهم معروفة وعناوينهم معروفة ومقراتهم توجد في قلب العاصمة بغداد. وإلا ماذا نفسر قيام مجاميع مسلحة بإطلاق أكثر من 25 صاروخ كاتيوشا على معسكر التاجي في منطقة أم العظام وفي رأس الشارع الموجود فيها منطقة الإطلاق؟ كانت توجد نقطة أو سيطرة تفتيش تابعة للجيش العراقي. هذه المجاميع دخلت من خلال هذه السيطرة وكان لديها الوقت الكافي لإطلاق الصواريخ وإعدادها وتتحرك بسهولة وبسلاسة لأنها تحمل هويات صادرة من الحكومة العراقية ذاتها. لذلك ليست هنالك أدنى جدية من الحكومة لملاحقة هذه المجاميع على الرغم من تكرار هذه العمليات التي سوف تدفع العراق في قوة المدفع وسوف تدفع بالبلاد إلى مزيد من الصراع والفوضى. شكرا جزيلا لك من بغداد سيد أحمد الجميري الصحفي.